اللحم مثلا يتحمر على النار لمده 10 دقائق ياخذ لون اكثر. صحيح. بعدين بتزيدي له الطماطم والمي وبتركيه يغلي لحتى يستوي. ايه بالضبط. يعني انا افضل نحط خليها تطبخ معها الطماطم الان. اوكي. ومع الماي. هي بس لتوصل الفكره كامله واحنا اكيد بنرجع بنشوف اللي حضرناها قبل شوي. تمام. أنا اللي حبيت بهالوصفة صراحة معك اليوم نسرين إنه وصفة تعتبر متكاملة، يعني ما بين اللحم حتى البهارات ما حطيتي دسم كتير زيادة عن اللزوم. لا خلص. وبعدين كل هالخضار وفي عجين، فيعني وصفة فعلا حلوة للعائلة. عارفة البهارات كل ما كثرتي وزدتي بهارات ونوعتي الطعم بالطبخة بيروح. صح. فقلة البهارات بتعطي طعم حلو للأكل. ممتاز روعة. هلا نحن عندنا اللحم خلص تحمص، خلينا نقول لحتى ما ياخذ شوية لون نرجع عم نغمره بالماء مثل كأنه عم نسلق أي نوع لحم بدنا إياه. ببلش ياخذ اللون الأحمر الحلو من الطماطم. وفي عنا كمان وصفة العجينة، طبعا العجينة هون جاهزة مثل ما شايفين، أنت استعملتي فيها للطحين. طبعا هنا أنا مس يا شيف هلا ما حطت ملح. دكتورة هلا. دكتورة أهلا وسهلا. ما حطينا ملح لأنه بتفشل تستوي اللحم. بالضبط.